كيف ما وعدتكم اليوم جيت لهاد البلايص اللي فيهم هاد كاستيلوس و هاد اغليسيا انتما كتشوفو هاد اغليسيا ديالهم صراحه منظر مزيون هنا في هاد التراونه انا عندور عليها كامله عادي نصور لكم باش تشوفوها كامله شوف كيفاش عامله في هذاك البني قديم انتما تشوفوا الديكور ديالها كيفاش عامل انا عادي ندور عليها كامله وعادي نصور لكم صراحه هاد الدويره هنا في طراونا عجبتني حيت فيها ما يتشاف واخا صغيره ولكن بالي لا بينا الواحد يمشي ليله يدوز فيها واحد السيمانه ديال الفاكاسيونيس والبحر ديالها واعر انا قلت لكم البحر ديالها واعر شبهته البحر ديال قصر ديال قصر صغير ولكن ديال قصر صغير ماشي صافي هذا صافي وصافي هذا صافي يعني تشوف كتشوف الرمله صافيه المهم انا درت عليها انتما كتشوفوا عندهم هاد البيبان وهاد الشيء تاي كتشبه شويه في المغرب الديكور ديالها والشوارع ديالها تا هما كيكونوا مفتوحين كيمكن لك تدخل داخل وتصور لكن انا صورت عام من برا وصافي انتما كتشوفوا الشارع كيفاش عامل الزنايق ديالو هاد منطقه سياحيه ولكن انتما كتشوفوا خاويه ما فيهاش السياح كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو ديال طراونا بديت لكم من الاول حتى الاخر ودابا جيت هنايا السوق ديال طراونا معروف شحال هما كيبني واحد عدلو جديد انا عند خفصت منه باش عاد نصور لكم هذه بحال بلاصه ديالنا اللي كاينه في المدينه هذه فيها كل شيء يعني هما السوق ديالهم هيدا ديال بلاصه ديال الخضره والحوت واللحم عندهم هيدا انا عادي ندخل فست منو باش نصورو دابا شادو حيت دابا الاربعة هما عند جوج ونص تلاتة صافي كيشدو كل واحد كيغسل بلاصتو كيشدا صافي كتبقى الدنيا هيدا نقية اللي كيبيع اللحم هنايا واللي كيبيعو الحوت اتجاه اخر انا غنوري لكم فين كيبيعوا الحوت يعني هنايا يعني نيت كل واحد وشابر هنا تحت عاملين واحد سوبر ميركادو سميتو ميركادونا ومن فوق عاملين السوق بلاصه انتما كتشوفوا مزوقين عاملين له الديكور عاد عدلو جديد هذا هو كان ولكن عاد صلحوه نقولوا عاد عدلو جديد دابا هادو بيدهم عاد كيجمعو باقين منهم هنايا كيجمعو هادي ديال الحوت شفتوها كيغسلو كلشي وكيحفظو كلشي وكيتبقى الدنيا غير نقية بحال لي ما عمرو كان السوق
سالينا الدويره ديالنا في السوق، دابا غادي نمشي نشوفوا حاجه اخرى باقي ما يتشاف. دابا غادي نوريكم واحد البلاصه ديال الطورو، نتوما عندنا بلاصه ديال الطورو دابا جوج، ديك نوريكم واحده كاينه بلاصه اسبانيا وهذه كاينه في طرابونه. ما عندهمش هما الطورو يعني لغاوها شحال هذه، ولكن بقات البلاصه ديالو هنايا خلاوها يعني دابا مجدود ما يمكنليش ندخل. هذا السيرك هنايا سميتو السيرك رومانو اللي فيه كيعملوا السيركو البلاصه. المهم حبايبي كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو ديال طرابونه اللي عملتو على ثلاثه ديال الاجزاء، كنتمنى من الله يعجبكم، و الى عجبكم ولا شي حاجه خليوا لي كومونتاريوس ديالكم. يلا مع السلامه، الى فيديو القادم ان شاء الله.